محمد فراج ممثل مصري معروف نجح بالموهبة الكبيرة التي يمتلكها أن يلعب جميع الأدوار التي أسندت إليه بكل احترافية، كما أجاد تقمص الشخصيات المركبة والصعبة مما جعله واحد من أنجح وأشهر الممثلين في مصر والوطن العربي خلال فترة قصيرة. ولد الفنان المصري محمد فراج في يوم 15 نوفمبر سنة 1982 في حي مصر القديمة التابع لمحافظة القاهرة لعائلة مصرية بسيطة، فوالده يعمل سمكري سيارات ووالدته ربة منزل بسيطة، كما يعتبر فراج واحد من المشجعين الكبار للنادي الأهلي حيث التحق بصفوفه لفترة أثناء فترة الدراسة، لكن والدته طلبت منه أن يترك كرة القدم للتفرغ للدراسة. درس محمد فراج جميع المراحل الدراسية في القاهرة إلى أن تخرج من الثانوية العامة مع معدل جعله يلتحق بالمعهد العالي للسينما، لكن رغبة الأهل حالت دون ذلك، فقرر الالتحاق بكلية التجارة جامعة القاهرة، وبعد التخرج التحق النجم المصري بورشة مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية التي كانت وقتها تحت إشراف المخرج المبدع خالد جلال، الأمر الذي جعل موهبة محمد فراج تنتقل بسبب خالد جلال. بدأ محمد فراج بالتمثيل على مسرح جامعة القاهرة حيث انضم لمسرح الجامعة سنة 2000، وقدم الكثير من العروض المسرحية التي كشفت عن الموهبة الكبيرة التي يمتلكها. قدم بعد ذلك بعض العروض المسرحية على خشبة مسرح دار الأوبرا، ولعل أشهر مسرحية قدمها كانت تحت عنوان قهوة سادة، ونالت إعجاب الجمهور بشكل لافت مما جعل الكثير من النقاد يشيدون بأدائه. أما بدايته أمام عدسات الكاميرا فكانت سنة 2003 عندما قدم له المخرج سعيد حامد الفرصة للمشاركة في دور بسيط في فيلم اوعى وشك، كما شارك في السيت كوم الشهير تامر وشوقية سنة 2009، وقدم من خلاله موهبته الكبيرة فأثبت نجاحه بإتقان في الدور الذي أسند إليه، مما جعل المخرج يقدم له مساحة أكبر في أدواره وإشراكه في المزيد من الحلقات. وكانت الانطلاقة الفعلية للنجم المصري محمد فراج سنة 2009 عندما قدم دور في فيلم ألف مبروك بطولة الفنان أحمد حلمي، والذي ضمه للعمل بعدما شاهد موهبته الكبيرة في مسرحية قهوة سادة. قدم الفنان المصري محمد فراج الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة، وحصل على عدة أدوار بطولة مطلقة حتى الآن، ومن أبرز أعماله التلفزيونية مسلسل اسمه مؤقت وتحت السيطرة، سقوط حر، نيلي وشريهان، هذا المساء، الحصان الأسود، قابيل، الاختيار في جزء الثاني، لعبة نيوتن، خلي بالك من زيزي، ضد الكسر. أما أعماله السينمائية فشارك في فيلم فاصل ونعود، وتيتا رهيبة، والمصلحة، القشاش، خانة اليك، الطوفار، الماء والخضرة والوجه الحسن، الصندوق الأسود. أما عن حياته الشخصية فتزوج الفنان محمد فراج من زميلته الفنانة بسنت شوقي سنة 2021 بعدما كان قد أعلن خطوبتهم في عام 2019 بعد قصة حب دامت لأكثر من 5 سنوات، وأقيم حفل الزفاف وسط أجواء عائلية بحضور عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي. واحتفل الثنائي بزواجهم على طريقة العندليب عبد الحليم حافظ وشادية في فيلم معبودة الجماهير، حيث دخل على دراجة هوائية وبصحبته لافتة كتب عليها لا أطيق الانتظار جملته الشهيرة في مسلسل لعبة نيوتن.